اللي كانت عند الأميرة ديانا بقى البوليميا، نهم الطعام، دي بتيجي برضو من ضغوط نفسية وبتبقى حالة نفسية وبرضو محتاجة طبيب نفسي. دي بتخليكي تاكلي كتير قوي، بيحصل لك بنجنج، اكل 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 اكل، بعدين بعديها على طول تأنيب ضمير، نبتدي نرجع، نبتدي نعمل رياضة مميتة، نبتدي ناخد ملينات علشان الجلد فيلينج او احساس ان انا برضو دليلة تأنيب كان عندها بوليميا مؤخرا. فبتيجي للمشاهير شوية، انا بقول يمكن من الضغوط النفسية، وبتيجي لناس كتير غالبا الستات برضو بتبقى اسبابها يعني الاندرلاينج بتبقى اسباب نفسيه. يعني هي ممكن نقولها ايتنج ديس اوردر بس مرض نفسي فمحتاج العلاجين. فلازم ناخد بالنا قوي، بالذات الامهات في البيت تاخد بالها من بناتها، لان البريشرز السوشيال ميديا والممثلين واصحابي الرفيعين، وفي بنات بيبقوا غصب عنهم في سن اللي هم البلوغ بيبتدوا جسمهم يتخن او يتغير فبيتخضوا، في منهم بيلوزت خالص وبيبتدوا ياكلوا كتير قوي ويبيعوا القضيه، في منهم بيجي لهم حاله نفسيه من التنمر طبعا، فبيبتدوا يخافوا من الاكل فبتحصل لهم بطريقه مبالغ فيها فبياكلوش خالص، فبالتالي بيبتدوا يفقدوا وزن ويخشوا بقى في مشاكل، شعري بيقع زي ما قلت لك، بعيا على طول.